السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنكمل حل امتحانات المحافظات من ملحق كتاب جيم ثالثة إعدادي ترم تاني 2024. هنحل تلات محافظات، البحيرة، دمياط، والشرقية، صفحات من 109 ل 117. Let's get started. هنبدأ بالبحيرة، جوفرنريت محافظة البحيرة، بيج 109 صفحة 109. Finish the following dialogue. أكمل المحادثة التالية. أحمد and هاني are talking about doing a school project. أحمد وهاني بيتحدثان عن عمل مشروع مدرسي. فبيقول له هلو أحمد، أهلا يا أحمد. What are you doing؟ أنت بتعمل إيه؟ فقال له هلو هاني، أهلا يا هاني. ورد عليه، بعد كده سأله سؤال، قال له It is about the bamboo، عن الخيزران. طيب احنا عرفنا من راس السؤال ان هو بيعمل مشروع، يبقى نقول ايه؟ بيقول له هنا What are you doing؟ انت بتعمل ايه؟ هيقول له انا بقوم بعمل مشروع مدرسي. I am doing a school project. انا بعمل مشروع مدرسي. بعد كده قال له هو عن يعني ايه نبات الخيزران، يبقى هو هيقول له What is it about؟ هو عن ايه؟ What is it about؟ عن ايه؟ فقال له عن ايه؟ البامبو، عن الخيزران. سأل سؤال فقال له because my teacher، بسبب ان معلمي asked me، طلب مني to do this project، ان انا اقوم بعمل هذا المشروع. طالما في الاجابة فيه because، بسبب، يبقى السؤال كان لماذا؟ هيقول له لماذا يعني انت تقوم بايه؟ بعمل هذا المشروع. Why are you doing this project؟ بتعمل المشروع ده ليه؟ هل عشان المدرس بتاعي طلب مني كده؟ What do you think of this plant؟ طب ايه رأيك في النبات ده، نبات الخيزران يعني؟ بعد كده قال له I agree with you، انا متفق معاك. It's a very useful plant، هو نبات مفيد جدا. طيب يبقى واضح ان هو قال ايه؟ ان هو اعتقد ان هو نبات مفيد جدا. I، ايه رأيك في نبات الخيزران؟ I think، انا اعتقد. It is a very useful plant، اعتقد ان هو نبات مفيد جدا، او it is very useful، صح برضه مفيد جدا. طب قال انا متفق معاك ان هو مفيد جدا. Do you need any help؟ انت محتاج اي مساعدة؟ فمثلا يقول له لا شكرا، no thanks. لا شكرا. Read and complete، اقرا واكمل. هنكمل الفقرة باستخدام burn، يحرق، cycle بتجيب معنى يدور، وبتجيب معنى يركب دراجة، wind رياح، rubbish قمامة، environment يعني بيئة، و burning يعني احتراق. It is important to save our، من المهم ان احنا ننقذ ايه؟ our environment، البيئة بتاعتنا. To keep it clean، عشان نحافظ على نظافتها. We must recycle، ينبغي ان نعيد تدوير more paper، المزيد من الورق. So that لكي we can avoid، نتجنب cutting down our forests، يعني اما احنا هنجدد نعيد تدوير الورق بتاعنا، في الحالة دي احنا هنتجنب قطع الأشجار في الغابات بتاعتنا. We can also، يمكننا أيضا stop، إن احنا نوقف putting inland fill sites، إن احنا نوقف وضع الرابش القمامة في مكبات النفايات أو مواقع دفن النفايات. When we keep fossil fuels، لما احنا نستمر في حرق الوقود الحفري، هنا بعد كيب بيجي الفعل متضاف له اي ان جي، يبقى هنا burning، نستمر في حرق الوقود الحفري، يبقى دي نمبر 3، هنا حرق او احتراق يعني. طب لما نستمر بقى نستخدم على طول وقود حفري ونقوم بحرقه، هيحصل ايه؟ climate change، التغير المناخي، will get worse، سيزداد سوءا. we need to use، احنا محتاجين نستخدم cleaner renewable energy، طاقة متجددة أكثر نظافة، such as مثل solar energy، الطاقة الشمسية، and a power، وطاقة الرياح، الwind power. يبقى عندنا أول حاجة environment، الثانية rubbish، الثالثة burning، والرابعة wind. Read the following text، اقرأ النص التالي. Then answer the questions، ثم أجب عن الأسئلة. Reem is a student، ريم طالبة، at a prep school، في مدرسة إعدادية. Her mother owns، مامتها بتمتلك، a bookshop، محل بيع كتب. The shop، المحل، is near their house، بالقرب من منزلهم.
Sometimes أحيانا ريم goes to the shop بتذهب للمحل to help her mom عشان تساعد مامتها. There are a lot of different books في كثير من أنواع الكتب المختلفة at the shop في المحل. ريم likes ريم بتحب stories the best بتحب القصص أكتر حاجة. The shop is usually calm المحل عادة بيبقى هادي during the week أثناء الأسبوع but it gets very busy لكن بيبقى مزدحم جدا on Fridays في أيام الجمعة. A lot of people ناس كتيرة go to the shop بتذهب للمحل on that day في اليوم ده to buy books عشان تشتري كتب for themselves لأنفسهم and for their children والأطفالهم. ريم often ريم غالبا sits with the children بتجلس مع الأطفال and reads them some stories وتقرأ لهم بعض القصص. The children الأطفال enjoy the stories بتستمتع بالقصص a lot كثيرا and they usually buy them وعادة ما بيقوموا بشراء القصص دي. طيب نكمل في الصفحة اللي وراها. There are also يوجد أيضا some toys بعض الألعاب at the shop في المحل. ريم's mother, mom ريم, lets the children بتسمح لل أو بتدع الأطفال play إن هم يلعبوا with the toys بالألعاب. She asks ريم وبتطلب من ريم to take care إنها تعتني of the toys بالألعاب and make sure وتتأكد that the children الأطفال didn't damage them مش بيدمروهم. The girls يعني البنات mostly معظمهم like dolls بتحب العرايس اللعبة. But the boys لكن الأولاد like cars بيحبوا السيارات and guns والبنادق. The children الأطفال spend a lovely time بيقضوا وقت جميل at the shop في المحل and their parents هو والديهم are very thankful بيبقوا ممتنين جدا for ريم لريم and her mom ومامتها. طب أول سؤال هنا بيقول لك ريم goes to the shop ريم بتذهب للمحل to her mother عشان تعمل إيه مع مامتها تساعد مامتها help her mother. طب ذا شوب المحل سيلز بوكس بيبيع كتب اند ايه كتب والعاب تويز. ذا بيست تايتل افضل عنوان فور ذس باسج للفقره دي از ايه؟ طبعا عندنا هنا ذا بوك شوب محل بيع كتب. وات كايند اوف بوكس داز ريم لايك ايه نوع الكتب اللي ريم بتحبها؟ طبعا زي ما قلنا ريم بتحب القصص يبقى نقول ريم لايكس ستوريز بتحب القصص. طب why do people go to the shop ليه الناس بتذهب للمحل؟ طبعا عشان يشتروا كتب والعاب لاطفالهم. طيب تعالوا نجيبها من الصفحه اللي قبلها في القطعه. to buy books for themselves عشان يشتروا الناس بتروح يعني هناك للمحل عشان يشتروا كتب لانفسهم and for their children والاطفالهم. يبقى ممكن نقول كده ممكن ناخدها من اول هنا a lot of people ناس كتيره go to the shops بتروح للمحلات to buy books عشان تشتري كتب for themselves لأنفسهم and for their children والأطفالهم. لو بدأت الكلام من أول to كده والجزء ده كده بس الكلام كده يبقى صح تماما ودي تبقى إجابة number 4. يعني لو قلت to buy books عشان يشتروا كتب for themselves لأنفسهم and their children لأطفالهم صح تمام الإجابة كده تمام بيروحوا المحل عشان كده. دي هنا معلش معذرة هي دي سوري يعني دي إجابة السؤال الخامس تمام. السؤال الرابع كان ريم بتحب تقرا ايه فقلنا قصص. السؤال الخامس بيروحوا المكتبه ليه عشان يشتروا كتب ليهم ولاطفالهم الناس بتعمل كده. Why do you think اللي بتعتقد ذا شوب المحل جيتس بيزي بيزدحم اون فرايديز في ايام الجمعه؟ طبعا عشان يوم الجمعه ده بيبقى العطله الاسبوعيه والناس بيبقى عندها وقت فراغ فبتخرج وايه وتمرح. طب هنقول because بسبب it's ذا ويك اند بسبب دين العطلة الأسبوعية أو نقول اتس اهوليداي صح أجازة برضه مفيش مشاكل and people have free time الناس بيبقى عندها وقت فراغ they بيخرجوا بقى ويمرحوا they go out and have fun because it's the weekend and people have free time they go out and have fun. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. We add to form the adjective احنا بنضيف ايه عشان نكون او نحصل على الصفة of the word من كلمة tradition. Tradition تقليد عايز اخليها صفة بقى تبقى تقليدي اضيف لها اللاحقة al traditional تقليدي.
زياد لافز زياد بيحب ستادينج دراسة ستارز النجوم اند بلانتس والكواكب. هي وونتس تو بي هو عايز يبقى ايه؟ عايز يبقى عالم فلك ان استرونومر عالم فلك. نيو ايدياز افكار جديدة كان بي فيري سترينج ممكن تبقى غريبة جدا فور بيبول على الناس. سترينج غريب هير مينز سترينج هنا معناها غير معتاد يعني unusual. يبقى نختار الاختيار نمبر سي. Page 111 صفحة 111 A or N is a person هو شخص who reads اللي بيقرأ the news الأخبار on the radio في الراديو or TV أو في التلفزيون. ده قارئ الأخبار أو قارئ النشرة اللي هو news reader قارئ الأخبار. I was أنا كنت when my little baby brother made so much noise أنا كنت غضبان لما أخويا البيبي الصغير كان عامل الكثير من الضوضاء. طب غاضب يعني cross. I was cross كنت غاضب. A is a small container عبارة عن حاوية صغيرة أو إنك من الحبر for use in a printer بتستخدم في الطبعة. دي الحبارة اللي هي الكارتريدج اللي هي الوعاء الحبر أوكي اللي بنحط فيه الحبر عشان يطبع في الإيه في الطبعة. بعد كده سؤال كوريكت سؤال تصحيح. I visit this restaurant أنا زرت المطعم ده 3 times this week ثلاث مرات الأسبوع ده. I like it يعني أنا عجبني. طيب هنا زرته ثلاث مرات الأسبوع ده this week كده يبقى معناه الكلام في المضارع التام تمام يعني have أو has والتصريف الثالث للفعل مع I أقول have والتصريف الثالث بتاع visit يصير هو فعل منتظم يبقى visited يبقى I have visited أنا زرت. If he came to the club لو هو أتى للنادي I play with him يعني لو هو كان جه النادي أنا كنت هلعب معاه. قاعدة if الحالة التانية جاي بعدها ماضي بسيط الناحية التانية يبقى would والمصدر يبقى would play أنا كنت لعبت معاه. عمر told he would come late that day يعني عمر قال ان هو النهارده هيجي بدري كان اصل دي جمله غير مباشر في المباشر ان هو قال that day انا هاجي النهارده بدري يعني today يعني. طيب هنا عمر مفيش مخاطب مفيش مفعول بعد عمر يبقى هخليها زي ما هي said المفروض عمر said عمر قال ان هو هيجي النهارده متاخر. بعد كده بيقول لك ادم كيم فيرست ادم طلع الاول ان ذا ريس في السباق بيكوز بسبب هي ترين ويل بسبب ان هو اتدرب بشكل جيد. عندنا بيكوز بسبب ليها قاعده بيجي قبلها ماضي بسيط اهو كيم فيرست بعدها يجي ماضي تام هاد والتصريف الثالث فعل بسبب ان هو تدرب بشكل جيد يبقى هاد تريند تدرب بشكل جيد. نمبر 5 ماي ليتل براذر اخويا الصغير تيك تو هوسبيتال يسترداي تم اخذه للمستشفى بالامس. يسترداي من كلمات الدل على الماضي وبادئين هنا بالمفعول اخويا يعني اخذ للمستشفى بدانا بالمفعول يبقى دي جمله مبني للمجهول في الماضي البسيط بدانا بالمفعول بعدين جيب واز او وير اخويا مفرد يبقى واز والتصريف التالت بتاع تيك اللي هو ايه تيكن تم اخذه او اخذ. أخي الصغير أخذ المستشفى بالأمس يبقى was taken. Write 110 words اكتب 110 كلمة عن a review about satellite technology يعني مراجعة أو تقييم لتكنولوجيا القمر الصناعي. أول ما أنتهي من إعداد الباراجراف ده هسيب لكم اللينك بتاعه في أول تعليق إن شاء الله. نروح لدميتا جوفرنريت محافظة دمياط بيج 112 صفحة 112 finish the following dialogue أكمل المحادثة التالية. عاطف is talking to a tourist about his visit to Egypt. عاطف بيتحدث مع سائح عن زيارته إلى مصر. فبيقول له عاطف بيقول هلو أهلا. Is it your first visit to Egypt؟ هي دي أول زيارة لك لمصر؟ رد عليه وقال له I came here with my family before. أنا with my wife before. أنا جيت قبل كده هنا مع my wife مع زوجتي من قبل. طيب دلوقتي عاطف بيقول له هلو هيرد بس التحية الأول هلو أهلا. بيقول له هي دي أول زيارة ليك لمصر عرفنا إن هو جه مع زوجته قبل كده فدي مش أول زيارة. Is it your first visit to Egypt؟ هيقول إيه؟ No it isn't. لأ مش دي أول زيارة. I came here with my wife before. أنا جيت مع زوجتي هنا قبل كده. سأله سؤال فقال له I come from Ireland. أنا جاي من أيرلندا.
طب يبقى هيقول له من أين أتيت؟ Where do you come from؟ من أين أتيت؟ فقال له أنا إيه أتيت من أيرلندا. طيب بعد كده سأله سؤال فقال له I will stay in Egypt for 2 weeks، أنا سوف أقيم في مصر لمدة أسبوعين. طالما فور ومدة زمنية فهو سأله يعني كم طول المدة اللي أنت هتقضيها هنا؟ How long؟ بسأل على طول المدة بهاو لونج، كم طول المدة؟ بعدها أجيب الفعل المساعد well، I بتتحول ليو في السؤال، stay in Egypt. يبقى السؤال how long will you stay in Egypt، هتقيم قد ايه، هو تبقى قد ايه في مصر؟ فقال له لمدة اسبوعين. What cities المدن are you going to visit، المدن اللي انت هتزورها؟ رد عليه بعد كده قال له sure بالتأكيد أسوان and Luxor are interesting places، مماكن مثيرة للاهتمام للزيارة يعني to visit. I wish you an enjoyable visit، اتمنى لك زيارة ممتعة. طب واضح ان هو هيزور أسوان والأقصر، يبقى هيقول انا سوف ازور أسوان والأقصر. I اللي بقى هنقول ايه عشان going to، هنقول I am going to، انا سوف يعني I am going to visit أسوان and Luxor، انا هزور أسوان والأقصر. بعد كده اتمنى له زيارة ممتعة، فالسائح هيقول ايه thank you، شكرا لك، بتمنى لك زيارة ممتعة، هيقول له شكرا لك thank you. read and complete، اقرأ وأكمل. هنكمل الفقرة باستخدام plane طائرة، calls يعني مكالمات أو اتصالات، for لمدة، astronauts يعني رواد فضاء، since منذ، و spacecraft اللي هي مركبة فضائية. the international space station محطة الفضاء الدولية is a huge، عبارة عن ايه ضخم، عبارة عن مركبة فضائية ضخمة يعني عبارة عن spacecraft. 70 كيلومتر above the earth، على بعد 70 كيلومتر من الايه من الايه من الارض يعني فوق الارض. it is بتدور حول الارض يعني اوكي. okay. it is a place، هي مكان، where حيث، مين، live بيعيش، and work وبيعملوا، مكان بيقيم فيه او بيعيش فيه ويعمل رواد الفضاء الاسترونوتس. when they go into space، لما يذهبوا عبر الفضاء. most astronauts، معظم رواد الفضاء، stay on the space station، بيبقوا في محطة أو بيقيموا في محطة الفضاء about 6 months، لمدة حوالي 6 شهور، يبقى for about 6 months لمدة. they can send emails، ممكن يرسلوا رسائل بريد إلكتروني، or make phone، أو يقوموا بعمل بإجراء مكالمات هاتفية. طب هنا مكالمات اللي هي number 4 calls، or make phone calls، يعملوا مكالمات أو اتصالات هاتفية to the earth، لكوكب الأرض. read the following text، اقرأ النص التالي. then answer the questions، وأجب عن الأسئلة. هنا طبعا الفقرة بتاعتنا عن شاعر فاروق شوشة، بيقول لك دمياط is famous for its great thinkers، يعني دمياط مشهورة بمفكريها يعني الرائعين، وكمان writers الكتاب and poets والشعراء. دمياط مشهورة بمفكريها وكتابها وشعرائها الرائعين. one of them، واحد منهم is فاروق شوشة، هو فاروق شوشة who is a well known poet، هو شاعر معروف and a famous radio presenter، ومقدم برامج إذاعي مشهور. he was born، ولد in دمياط في دمياط in 1936، سنة 1936، at his early age، في سن مبكرة. he used to go، اعتاد ان هو يذهب to the local library، المكتبة محلية، and was able to read، وكان قادر على قراءة a lot of books، كثير من الكتب، in the Arabic language، باللغة العربية. in 1956، سنة 1956، he graduated، هو تخرج from the faculty of دار العلوم، تخرج من كلية دار العلوم in Cairo University، في جامعة القاهرة. فاروق شوشة always liked poetry and Arabic literature، وكان دايما بيحب فاروق شوشة الشعر والأدب العربي. he worked as a radio and a TV presenter، عمل كمقدم برامج في الإذاعة والتلفزيون. he presented many famous programs، هو قدم
الكثير من البرامج المشهورة which most people liked so much، يعني اللي الناس يعني معظم الناس حبتها جدا، like بقى البرامج المشهورة اللي كان بيقدمها زي ايه، زي our beautiful language لغتنا الجميلة and cultural evening وأمسية ثقافية with bus lasted اللي استمروا for about 15 years without stopping. البرامج دي ظلت بس لمدة 15 سنة بدون توقف، 15 سنة شغالين البرنامجين دول اللي هو لغتنا الجميلة وأمسية ثقافية. In his programs في البرامج بتاعته he talked about هو تحدث عن the beauty الجمال of the Arabic language جمال اللغة العربية and showed its rich literature وأوضح الأدب بتاعها الثري الغني. For this reason لهذا السبب he was called تم تسميته the guardian of the Arabic language سموه حارس اللغة العربية. شوشة won the Nile Prize فاز بجائزة النيل for literature للأدب in 2016 سنة 2016. We all still remember his great works. احنا دايما لغاية دلوقتي ما زلنا نتذكر العمل بتاعه الرائع، أعماله الرائعة even حتى after his death حتى بعد موته. طب أول سؤال، the main idea of the passage is about الفكرة الرئيسية للفقرة عن إيه؟ طبعا عن فاروق شوشة. The underlined word الكلمة اللي تحتها خط it's in the third paragraph في الفقرة الثالثة refers to بتشير طبعا زي ما قلنا للغة العربية للArabic the Arabic language. فاروق won فاروق فاز the Nile Prize بجائزة النيل for literature للأدب in سنة كام؟ قالوا السنة في آخر سطر 2016 in 2016. Name a famous program سمي برنامج مشهور ذات فاروق شوشة presented قدمه فاروق شوشة. تعالوا نجيب من الفقرة في ذكروا برنامجين ممكن نكتبهم الاثنين our beautiful language and cultural evening يعني برنامج لغتنا الجميلة وأمسية ثقافية. Summarize the last paragraph لخص الفقرة الأخيرة in the text في النص in one sentence في جملة واحدة. طبعا هو كان بيتكلم على ان فاروق شوشة ده كان حارس اللغة ورغم ان هو توفى الا ان اعماله لسه فاكرينها الناس وكمان حصل على جائزة النيل في الأدب. طيب كتبت لكم إجابة السؤال الخامس في ورقة خارجية تلخيص الفقرة. فاروق شوشة هو was called الذي سمي ب the guardian of the Arabic language بحارس اللغة العربية is always remembered دايما بيتذكر دايما الناس فاكراه for his great works بعمله الرائع and he won the prize for literature وفاز بجائزة في الأدب. نزود بس كلمة النيل جائزة النيل بس and he won the Nile Prize for literature وفاز بجائزة النيل للأدب. Number six, where do you think فاروق could read many books؟ يعني تفتكر فاروق كان استطاع ان هو يقرأ الكثير من الكتب فين؟ In the Arabic language في اللغة العربية when he was young لما هو صغير استطاع يقرأ الكتب بتاعت اللغة العربية دي فين؟ هو في ثالث سطر في الفقرة قال لك ان هو اعتدد هو يذهب لمكتبة محلية يبقى هنقول هنا at the local library يعني في المكتبة المحلية the local library كان بيقرأ عن اللغة العربية at the local library في المكتبة المحلية. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. Is a force هو القوة which attracts اللي بتجذب things الأشياء or people أو الناس to the center of the earth لمركز الأرض. القوة اللي بتجذب الناس والأشياء لمركز الأرض دي الجاذبية الجرافيتي. يبقى هنختار هنا جرافيتي جاذبية. A is a person هو الشخص who reads the news اللي بيقرأ الأخبار on the radio في الراديو or television أو التلفزيون ده قارئ الأخبار. قارئ النشرة هو نيوز ريدر قارئ الأخبار. Page 114 My father is so kind بابا عطوف جدا. The antonym acts of kind عكس كلمة عطوف is a كلمة قاسي قاسي يعني cruel. We can get an adjective ممكن نحصل على الصفة from the verb من الفعل renew renew يعني يجدد by adding the suffix عن طريق ان احنا نضيف اللاحقة A-P-L-E تبقى renewable متجدد renew يجدد هنخليها renewable متجدد.
طيب هنا trees الأشجار breathe in a carbon dioxide بتمتص ثاني أكسيد الكربون أو بتتنفس ثاني أكسيد الكربون and breathe out وبتخرج لنا أكسجين الأكسجين so they are a for us عشان كده هم مفيدين لينا الأشجار مفيدة لينا يعني useful مفيدة. The land, the earth is a مالها as it was raining all night yesterday كانت بتمطر طول الليل بالأمس يبقى الأرض إيه مبللة wet. سؤال الكوريكت سؤال التصحيح The land, the earth is covered with ice in polar habitats الأرض مغطاة بالجليد في البيئات القطبية. طيب هنا دي جملة مبني للمجهول في المضارع البسيط الإيه الأرض مغطاة يبقى is هجيب التصريف التالت بعدها يبقى is covered مغطاة. We must avoid ينبغي أن نتجنب pollute the environment ينبغي أن نتجنب أن احنا نلوث البيئة. بعد avoid يتجنب بيجي الفعل متضاف له ing يبقى هنقول ايه polluting هنشيل الاي ونضع ing يبقى polluting تلويث يعني ينبغي أن نتجنب أن احنا نلوث البيئة polluting. If I had more time لو كان عندي المزيد من الوقت I will read more books كنت قرأت المزيد من الكتب. طيب if هنا عندنا دي الحالة التانية عشان جاي بعدها ماضي يبقى الناحية التانية would والمصدر فبدل will أخليها would. معنى الجملة لو كان عندي وقت المزيد من الوقت كنت قرأت المزيد من الكتب. طيب we used to get our shopping in plastic bags now we don't يعني احنا كنا معتادين ان احنا نحصل على يعني المشتريات بتاعه التسوق بتاعتنا في حقائب بلاستيكيه بس دلوقتي مش بنستخدم الحقائب البلاستيكيه. طب اعتدنا على فعل شيء في الماضي يبقى نقول we used to يبقى هنا نكتب used اعتدنا في الماضي. طيب I did not send the report انا ما ارسلتش التقرير until حتى I revised it حتى راجعته. عندنا هنا until يعني حتى بيجي قبلها ماضي بسيط منفي يعني didn't والمصدر زي ما انتم شايفين كده did not send. طب الناحية التانية يجي ايه يجي ماضي تام اللي هو had والتصريف التالت للفعل يبقى اقول ايه until I had revised حتى رجعته ما بعتش التقرير حتى ايه قمت بمراجعته had revised okay. يبقى عندنا هنا ايه had revised. Write a review اكتب تقييم او مقالة نقدية of your dream job عن حلمك الوظيفي او الوظيفة اللي بتحلم بيها في المستقبل. تعالوا نشوف كتبنا ايه. Everyone has his dream job كل واحد عنده الوظيفة اللي بيحلم بيها in the future في المستقبل عنده حلم وظيفي. I look forward to انا بتطلع becoming ان انا اصبح a doctor طبيب one day ذات يوم to look after عشان اعتني the sick بالمرضى and try واحاول to find out ان انا اكتشف as a reason السبب for that للمرض بتاعهم. The doctor's job وظيفة الطبيب is my favorite هي المفضلة لدي. I do my best انا ببذل اقصى ما في وسعي at school في المدرسة او ببذل قصارى جهدي to join عشان التحق زي university بالجامعة and study medicine وادرس الطب. I would like to work اود ان انا اعمل in a famous hospital في مستشفى شهيرة in Cairo في القاهرة. I would like to use أود إن أنا أستخدم modern equipment معدات حديثة to examine عشان أفحص my patients well المرضى بتوعي بشكل جيد. I would like to have my own clinic أود إن يبقى عندي عيادتي الخاصة. I will help poor sick people سوف أساعد الناس الفقراء المرضى for free مجانا. Doctors الأطباء should be kind ينبغي إن هم يكونوا عاطفين to their patients للمرضى بتوعهم. Although it is a hard job برغم إنها وظيفة صعبة I think أعتقد it is very interesting إنها شيقة جدا. آخر حاجة معانا النهاردة شرقية جفرنريت محافظة الشرقية page 115 صفحة 115 finish the following dialogue أكمل المحادثة التالية. إبراهيم is at the library to borrow a book إبراهيم في المكتبة لكي يستعير كتاب. فبيقول إبراهيم لللايبراريان لأمين المكتبة بيقول له good morning sir صباح الخير يا سيدي. قال له good morning صباح الخير. المكتبي أمين المكتبة يعني سأل سؤال فقال له I'd like to borrow a book يعني أود إن أنا أو أرغب في إن أنا أستعير كتاب. طب يبقى أمين المكتبة قال له إيه كيف يمكنني مساعدتك How can I help you إزاي ساعدك.
فقال له انا عايز استعير كتاب. قال له اوكي حسنا. سأل سؤال فقال له I enjoy reading، انا بستمتع بقراءة بوكس الكتب about nature، عن الطبيعة. يبقى هو هيقول له ايه نوع الكتب اللي انت بتستمتع بيها؟ What kind of books do you enjoy؟ بدل enjoy ممكن تقول do you prefer، اللي انت بتفضلها، do you like، اللي انت بتحبها، مفيش مشاكل يعني، صح برضو. What kind of books، ايه نوع الكتب do you enjoy اللي انت بتستمتع بيها؟ فقال له I enjoy reading، بستمتع بقراءة البوكس الكتب about nature، عن الطبيعة. طيب أمين المكتبة قال له حاجة وقال له have you got a borrowing card، هل لديك بطاقة الاستعارة؟ طب واضح ان هم عندهم في المكتبة كتب عن الطبيعة، فممكن أمين المكتبة يقول له احنا عندنا الكثير من الكتب عن الطبيعة، ممكن يقول له we have many books، عندنا الكثير من الكتب about عن nature، طبيعة، عندنا كتب كتير عن الطبيعة، هل معاك بطاقة الاستعارة؟ قال له حاجة وقال له how can I get one، ازاي ممكن احصل على واحدة، فواضح ان هو مش معاه بطاقة استعارة. Have you got a borrowing card، معاك بطاقة استعارة؟ هيقول no I haven't، لا مش معايا، لا املك ايه بطاقة استعارة، طب انا ممكن احصل على واحدة منين؟ قال له just give me، فقط اعطيني a recent personal photo، صورة شخصية حديثة of you، لك. فابراهيم رد عليه فقال له يو ار موست ويلكم، انت مرحب بيك ات اني تايم، في اي وقت. طب واضح بقى ان ابراهيم هيقول له ايه، طب خلاص انا هجيب لك صوره، ممكن يقول له اوكي حسنا ايل برينج يو ا فوتو، حسنا سوف احضر لك صوره. فقال له انت مرحب بيك في اي وقت. ريد اند كومبليت، اقرا واكمل. هنكمل الفقره باستخدام ويل، سوف، فيت، أقدام، وود، هنشوف بقى هنقول ويل ولا وود، حالة إيه في الشرطية الأولى ولا الثانية؟ طيب ويل يعني سوف، وود كان سوف، بريبير يعني يعد، تشينج يتغير، وتشارج يشحن. تيتشرز المعلمين بلاي ان امبورتنت رول، بيلعبوا دور مهم ان بيلدينج اب ان ايديوكيتد نيشن، في بناء أمة متعلمة. They are their students for the future، هم بيعدوا طلابهم للمستقبل. طب هنا عايزين كلمة يعد اللي هي prepare. They can ease their life، يعني هم ممكن يغيروا حياتهم، حياة الطلاب بتوعهم. They can change their life، ممكن يغيروا حياتهم. They enable their students to stand on their، يعني هم بيمكنوا طلابهم ان هما يقفوا على ايه، على اقدامهم، their feet. If there were not teachers، لو ما كانش فيه مدرسين او معلمين، there a not be any doctors، يعني مش هيكون فيه، يعني لو ما كانش فيه مدرسين ما كانش هيبقى فيه اي doctors، اطباء ولا engineers ولا مهندسين ولا scientists ولا علماء etc الى اخره. طيب هنا حالة if الشرطية الثانية، عشان بعدها جاي ماضي بسيط. If there were not teachers، لو ما كانش فيه معلمين، ها الناحية الثانية بقى في جواب الشرط هيبقى فيه would والمصدر. There would not be any، مش كان هيبقى فيه، يبقى would هنا، ما كانش هيبقى فيه أي دكاترة ولا مهندسين ولا علماء إلى آخره. We must respect our teachers، ينبغي أن نحترم معلمنا. يبقى أول حاجة عندنا prepare، والثانية change، الثالثة feed، والرابعة would. Read the following، اقرا التالي. Then answer the questions، واجب على الاسئله. There was once a poor boy، يعني كان يوجد في ذات يوم، كان في ولد فقير، who spent his days، بيقضي ايامه، going from door to door، بيذهب من بيت لبيت، هنا باب لباب يعني من بيت لبيت، يعني selling newspapers، بيبيع الجرايد، to pay for school، عشان يعني يدفع مصاريف المدرسه. One day، ذات يوم، the poor boy، الولد الفقير، was so hungry، كان جائع جدا، so he decided to ask for food، عشان كده هو طلب حد يديله طعام يعني، اوكي طلب طعام. when he came to the next door، لما اتى للمنزل، يعني اقرب منزل ليه، اول منزل قبله، وطلب منه طعام. طب the poor boy، الولد الفقير، reached the door، وصل للباب، of a girl، باب بنت،
He asked for a glass of water. طلب منها كوباية مية. But seeing his poor state, بس هي شافت حالته الفقيرة. The girl came back with a glass of milk. البنت حضرت وبدل ما تجيب له كوباية مية جابت له إيه؟ جابت له كوباية لبن. The boy wanted to pay for the milk. الولد كان عايز يدفع لثمن اللبن. But the girl, لكن البنت refused, رفضت to take any more any money. رفضت تاخد أي نقود. Years later, يعني بعد مرور سنوات, the girl felt sick. البنت شعرت بالمرض. She went to many doctors. ذهبت للكثير من الأطباء. But no one was able to cure her. لكن ما كانش في حد قادر على علاجها. Finally, في النهاية, she went to the best doctor. ذهبت لأفضل طبيب in town, في البلدة أو في المدينة. The doctor spent weeks. الطبيب قضى أسابيع treating her, في علاجها. الطبيب قضى أسابيع في علاجها in a private hospital, في مستشفى خاصة. Until she was finally, حتى أخيرا cured, تم معالجتها أو تم شفائها. She was happy, كانت سعيدة. However, مع ذلك, she was afraid, كانت خايفة. She couldn't afford to pay the bill, لأن هي ما يعني ما كانتش تقدر تتحمل النفقات بتاعة الفاتورة. كانت خايفة أنها ما تقدرش تدفع فاتورة المستشفى يعني. But when the hospital, لكن لما المستشفى handed her, سلمتها the bill, الفاتورة, it read paid in full with a glass of milk. يعني لقيت فيه عبارة مكتوبة فيها تم الدفع بالكامل مع كوب من اللبن. يعني واضح ان ايه, ان هو اللي دفع تمن المستشفى الولد صغير كان شغال بقى جرايد, كبر وبقى افضل دكتور, وهو اللي ايه دفع لها تمن ايه المستشفى. ودي يعني حاجه كويسه جدا ان يبقى الواحد عنده ايه, يبقى جريتفول وعنده عرفان بجميل يعني. طيب, the main idea, الفكره الرئيسيه of the passage للفقره is that we must, ان احنا يجب علينا نكون ايه بقى, نفعل الخير دايما, يعني always do good, دايما نفعل خير. The boy had a boor. الولد كان ليه بور ايه, منظر فقير. Boor ايه, appearance, كان مظهره فقير. Later on, بعد كده, the boor boy, الولد الفقير, became a doctor, اصبح طبيب مشهور, طبيب معروف, يبقى well known doctor. Summarize the second paragraph, لخص الفقرة التانية. In one sentence of your own words, يعني في سطر واحد من ايه, او في جملة واحدة من ايه كلماتك الخاصة. طيب, هنقول البنت اعطت في الفقرة التانية, البنت اعطت الولد الفقير كوباية لبن ورفضت انها تاخد اي فلوس. دي كده احنا كده ايه ممكن نلخصها في ايه, في سطر واحد. هنقول the girl gave the poor boy, الولد الفقير, a glass of milk, عطته كوب من اللبن, and وإيه, ورفضت تاخد أي فلوس, and refused to take any money. طيب, بعد كده بيقول لك how do you think, إزاي بتعتقد, the girl, ان البنت felt when she left the hospital. البنت تفتكر كانت شعرة بإيه لما سابت المستشفى وخلصت ومشيت, يعني تفتكر كانت شعرة بإيه؟ هي لقيت حد دفع لها الفاتورة وكده, يبقى هي كانت سعيدة, وكمان كانت تشعر بالامتنان ان في حد رد لها الجميل اللي هي عملته في يوم من الأيام. يبقى ممكن نقول I think, أعتقد, she felt, انها شعرت happy, انها سعيدة, and grateful, وشعرت بالامتنان. اعتقد انها كانت سعيدة وشاعرة بالامتنان. طيب, بعد كده بيقول لك did the girl, هل البنت نو عرفت why the doctor, ليه الطبيب paid the bill, دفع الفاتورة وهاو ازاي. هنقول ايوه عرفت لما جت لها الجملة اللي هي في اخر الفقرة دي, ان هي الفاتورة مدفوعة مع كوب من اللبن. يبقى نقول yes, the girl knew, البنت عرفت, from the sentence, عرفت من الجملة, which was written on
زابل، عرفت من الايه، من الجمله اللي كانت مكتوبه على الفاتوره. وتعالوا نشوف الجمله بقى من ايه، من فوق في الفقره اهي. بيد ان فول ويز ا جلاس اوف ميلك، يعني تم الدفع بالكامل ومعاها كمان كوب من اللبن. يبقى الكلام اللي انا كتبته بالاضافه للسطر دوت دي اجابه نمبر 6. شو ذا كريكت انسر، اختار الاجابه الصحيحه. بلانتس النباتات اوفن غالبا بولوشن ان ذا اير، غالبا بتمتص التلوث من الهواء. ميكينج ات كلينر، بتجعله اكثر نظافه فور اس لنا. طب تمتص يعني ابزورب. از ذا بليس، هو المكان وير ا بلانت حاسه النبات اور انيمال او الحيوان. ناتشرالي ليفز اند جروز، المكان اللي بينمو بيعيش فيه وبينمو ينمو الحيوان والنبات بشكل طبيعي. ده الموطن او البيئه الاصليه اللي هي الهابيتات، الموطن الاصلي او البيئه يعني بتاعت الحيوان او النبات. زي ليف، هم بيعيشوا اون ذا ايست كوست، يعني على الساحل الشرقي. كوست ساحل كان بي ان ادجكتيف، ممكن تبقى صفه. باي ادنج، عن طريق ان احنا نضيف لها اللاحقه اي ال، تبقى كوستر ساحلي. اخر بيج معانا النهارده 117 صفحه 117. اي اور ان از سمثينج، هو شيء تو امبروف ا ديفيكالت سيتويشن، هو شيء لتحسين موقف صعب او حاله صعبه. طبعا دي تبقى اسمها مبادره، مبادره يعني انيشيتيف. You don't have to plug in because it is type. انت مش محتاج ان انت توصلها بالكهرباء لانها الشيء دوت لاسلكي بدون اسلاك، اللي هو وايرلس. That plane، الطائره دي، is enormous، ضخمه. Is synonym of enormous، في كلمه في دول بتساوي كلمه enormous، ضخم، اللي هي كلمه huge برضك معناها ضخم. بعد كده عندنا سؤال كوريكت، سؤال التصحيح. Did you finish your homework before you went to the cinema؟ هل انتهيت من واجبك المنزلي قبل الذهاب للسينما؟ طيب هنا عندنا طبعا الجملة، هنا في عندنا كلمة before، before يعني قبل، وبعد before بيجي ماضي بسيط، ده الحدث الثاني، والناحية الثانية بيجي ايه؟ بيجي ماضي تام had، والتصريف الثالث للفعل. يبقى هنا السؤال كان بهاد. Had you finished، هل انتهيت your homework من واجبك؟ Before، قبل، you went to the cinema، قبل الذهاب إلى السينما. طيب Egypt must visit by more than 14 million tourists every year، مصر بتزور بواسطة أكتر من 14 مليون سائح كل عام. كلمة every year، كل عام، ديت من الكلمات الدالة على الإيه؟ على المضارع التام، وهنا بادئين بمصر، مصر مش بتزور نفسها، مصر بتزور، يبقى بادئين بالمفعول، مصر هنا إيه؟ مفعول. فدي جملة مبني للمجهول في الايه، في الماضي البسيط، بدأنا بالمفعول، نجيب بعده هنا المفعول مفرد يبقى is، والتصريف الثالث بتاع visit يزور، اللي هي visited بتزور. طيب بعد كده عندنا we used to use energy saving light bulbs but we do now، يعني احنا ما كناش معتادين ان احنا نستخدم مصابيح الطاقة الموفرة لكن الآن بنستخدمها. طيب نحن لم نكن يعني معتادين على استخدام، يبقى هنقول we didn't use to use، لم يعني هنا خلي بالكم، بص كده اما اكتبها الاول واقول لك حاجه بسيطه. we didn't use، وهنا عندنا to use، طبعا didn't use لم نكن معتادين، ويوز التانيه دي معناها نستخدم يعني، فاهمين؟ لم نكن معتادين على استخدام مصابيح الطاقه الموفره لكن دلوقتي احنا بنستخدمها، اوكي؟ يبقى didn't use. طيب بعد كده the colors make the picture beautiful، يعني الالوان جعلت الصوره جميله. look at يعني جميله النظر ليها. طيب يبقى هنا هنقول ايه؟ beautiful looking at، الالوان جعلت الصوره جميله النظر اليها، شكلها حلو واحنا بنبص لها، يبقى هنا هنقول ايه؟ beautiful looking at، طيب جميله المنظر يعني. طب منال said me I have seen this film، منال قالت، دي جملة مباشر، انها شافت الفيلم دوت. طيب في هنا في مفعول هنا، تمام؟ فالمفروض ان انا اقول منال said to me، يبقى هنا المفروض said to، said to يعني ايه؟ منال قالت لي. هنا بيقول لك اكتب ريفيو، مراجعة about the new projects، عن المشروعات الجديدة which will improve the lives، اللي هتحسن الحياة
of everyone living all around Egypt اللي بيعيش في مصر. ممكن نكتب على المشاريع الحديثة اللي بتحصل في مصر في هذه الأيام. لما أعدي لكم الباراجراف ده هسيب لكم اللينك بتاعه إن شاء الله في أول تعليق. خلصنا سيشن النهاردة، انتظروني في حال باقي المحافظات إن شاء الله. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.